السلام عليكم. ازيكم؟ الحقيقة في أخبار غريبة جدا. الأخبار دي بتقول إن إسرائيل طلبت رسميا من مصر فتح الحدود لإدخال الفلسطينيين بسيناء. وهنا أنا مش بكلمك على تحليل أو وجهة نظري أو مثلا بخوفك أو أي حاجة خالص. طلب رسمي من السلطات الإسرائيلية بضرورة فتح الحدود المصرية لإدخال الفلسطينيين لسيناء. إيه الأخبار دي؟ وإزاي إسرائيل أصلا تطلب من مصر حاجة زي كده؟ وهل مصر هتوافق على الطلب ده ولا ممكن انها ترفض وتعصلك؟ وايه تبعات الرفض المصري؟ كلام كتير قوي، تفاصيل مهمه جدا، بس طبعا عشان اقول لك عليها واكشفها لك لازم اقول لك القصه من الاول. قبل اخش في الموضوع، قبل اكشف لك التفاصيل، خليني اقول لك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا، وهو تشينج مي. هي تشينج مي هو تجربه شخصيه. انا من سنه بالظبط رحت وعملت عمليه زراعه شعر داخل مصر، والحقيقه كانت كل الترشيحات وقتها ان لا اطلع بره اعمل العمليه بره. انا اخترت ان اروح اعمل عمليه زراعه الشعر داخل مصر لان لقيت تكلفه تقريبا اقل بالنص التكلفه اللي بره. تاني حاجه، المركز ده هو صديق مقرب ليا هو اللي قال لي عليه، وقال لي كل الناس عماله تشكر في مركز تشينج مي، وان ناس كلها اللي راحت عملت عمليات زراعه شعر هناك مبسوطين من النتائج جدا. حقيقه انا النهارده مش بعلن عن راعي، انا جاي اقول لك بالظبط اللي حصل معايا. ان من سنه لحد دلوقتي عايز اقول لك ان النتائج مبهره للغايه ومفيش اي اضرار او اي حاجه سلبيه. دي تجربه شخصيه، وفر فلوسك ووفر وقت، وهتلاقي المركز قريب منك جدا لان هم اصلا موجودين في مصر. مش بس كده، مركز تشينج مي عايز اقول لك ان هو عنده افضل الدكاتره الموجوده، وهو مركز متكامل لعمليات التجميل كلها، سنان بقى، بوتكس مش بوتكس، كل اللي انت عاوزه هتلاقيه هناك. تشينج مي هو المكان الصح. سيب لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تابع معاهم. نخش في الموضوع على طول. ايه الجديد اللي معانا النهارده؟ ممكن يكون مختلف بالنسبه لحضرتك واول مره هتسمعه فيما يخص حرب غزه. الحقيقه من الفيديو اللي فات لحد الفيديو ده تطورات غير طبيعيه وانا مش مصدقها بصراحه. ايه اللي حصل دلوقتي؟ طلع المتحدث باسم الحكومه الاسرائيليه وطلع قال ان يا جماعه احنا طلبنا من مصر بضروره فتح معبر رفح. خد بالك هو بيقولش كل الحدود، هو بيقولك فتح معبر رفح لادخال الفلسطينيين لسيناء. ليه؟ نتيجه الحرب اللي دايره. ما اصل يا جماعه احنا شغالين دلوقتي في رفح، والجيش الاسرائيلي ابتدى يتوغل في قلب رفح بالفعل، واحنا بنتكلم ان القتال بيشتعل ومش عارفين ان احنا ننقل الفلسطينيين كلهم اللي يقدروا بمليون ونص، مش عارفين ننقلهم للمواصي. وخد بالك من نقطه مهمه جدا، اسرائيل قالت انها نقلت 500,000 خارج رفح، بس هقول لك معلومه قدام تثبت لك ان مش كل الفلسطينيين هيعرفوا يهاجروا رفح او يمشوا من رفح، وهقول لك ليه بعدين. بس دلوقتي اسرائيل بتقول الحل الوحيد يا جماعه قدام الفلسطينيين ان هم يخشوا سيناء، وطلبوا بالفعل كده من المصريين. والغريبه اللي بيقولوا متحدث الرسمي قال لك الغريبه ان مصر رفضت. مش مصدقين يعني ازاي مصر ترفض حاجه زي كده. خد بالك ان ده تاني طلب رسمي من اسرائيل لفتح الحدود المصريه. اول طلب طلع امبارح من وزير الخارجيه الصهيوني اللي كلم وزير الخارجيه البريطاني وكلم وزير الخارجيه الالماني وقال لهم يا جماعه لو سمحتوا اضغطوا على الجانب المصري عشان يفتح معبر رفح. كان بيتكلم ان هم يدخلوا مساعدات، والنهارده برضو تم الكشف ان هو بيتكلم ان هم عايزين يدخلوا فلسطين سيناء ومصر رافضه. طيب كده اسرائيل يا باشا يعني بتلبسك في الحيط. يعني اولا هي بتاخد الطلب ده للمستوى الدولي، ما بتاخدوش لمستوى الخطاب بينك وبينهم، لا. والطلبات دي مش بيناقشوها في الداخل الاسرائيلي. انا بقول لحضرتك ان هم بيطلعوا عن طريق وزاره خارجيتهم وبيطلعوا عن طريق متحدث باسم الحكومه للاعلام يقولوا متفرجوا مصر رافضه ادخال الفلسطينيين لسيناء. سؤال بقى، ايه اللي غريب في حاجه زي كده؟ وليه مصر ما تفتحش الحدود وتدخل الفلسطينيين؟ اولا ده نوع من انواع الاعتداء اللفظي، ده طلب قليل الادب. ليه؟ اولا خد بالك هو بيشيلك مشاكله، ده اول حاجه. يعني هو دلوقتي الراجل مش عارف يخلص في رفح والدنيا عنده صعبه جدا وفي خسائر كتيره قوي. فزي ما قلت لحضرتك امبارح ان الحاجه اللي بعد رفح او الارض الوحيده اللي بعد رفح هي سيناء، واسرائيل تعتبر دخلت كامل قطاع غزه، ولا لقت الاسرى ولا لقت يحيى السنوار ولا عارفه تقضي على حماس. فالحاجه الوحيده اللي يقدروا يرموا اللوم عليها مش الجيش بتاعهم، يقدروا يرموا اللوم على الجانب المصري ويبتدي يستفزك ويبتزك كمان. خد بالك، والكلام ده هو مش شكوى لاي حد، هو شكوى للامريكان.
يعني التصريحات دي كلها شكوى الامريكان. فده اول حاجه. تاني حاجه، خد بالك ان اسرائيل بتطلب منك الطلب ده وانت بقالك 8 اشهر عمال تحذر وتقول يا جماعه بلاش رفح، الفلسطينيين مش هيخشوا سينا، مش هنفتح حدودنا، مصر ضد سيناريو التهجير، وجالك اكتر من طلب من الامريكان والمجتمع الدولي بيدخلوا الفلسطينيين، وانت من اول يوم في الحرب دي ما ابتدت وقلت مش هتدخل الفلسطينيين. الامر في القطاع وفي الضفه الغربيه امر مختلف، اذا تركها اهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى. عشان كده مصر بتقول إن التهجير بالنسبة لنا احنا خط أحمر، خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح به. ما بالك إن إسرائيل بعد 8 أشهر من تحذيراتك دي كلها جاي تقول لك دخل فلسطين. فده أمر تاني. اما تالت حاجه، ما تبعات رفض مصر للموضوع ده؟ يعني خد بالك ان انت دلوقتي رفضت، ايه اللي اسرائيل ممكن تعمله؟ الاسرائيل ممكن تعمله انها دلوقتي هتبتدي تضغط على المجتمع الدولي لتصوير ان حياه الفلسطينيين في خطر وهي عاوزه تساعدهم، وان الجانب المصري مش عايز تعاون. احنا احتلينا معبر رفح، احنا دخلنا معبر رفح، دخلنا رفح وعملنا كل حاجه في فلسطينيين وقتلنا 35,000 شهيد فلسطيني واصابنا قرابه 80,000 فلسطيني، ومصر مش عايز تتعاون عشان تعالج الفلسطينيين ولا تدخل الفلسطينيين لسينا. ده امر في منتهى الخطوره يا جماعه. يا جماعه اسرائيل حطت عينيها بالفعل على سينا. خد بالك بقى من الحته دي. اسرائيل دلوقتي حطت عينيها بالفعل وبتنفذ. تقول لك سينا هي المخرج الوحيد. طب ليه اسرائيل بتطلب كده؟ اسرائيل بتطلب كده لان انت قدام رئيس وزراء مجنون ومتخلف كلب عند واحد اسمه اتمار بن غفير، شايف ان دلوقتي هو الوقت المناسب لادخال الفلسطينيين لسيناء والتخلص من اهالي غزه كلها، وان دي فرصه لن تعوض. ما بالك الفلسطينيين كلهم 1.5 مليون مزنوقين في 60 كيلومتر. خلص بقى وزقهم، يعني طلعهم سيناء ونخلص بقى من الموضوع ده، ومفيش غزه بعد كده، وغزه تفضل مدنيين، ونقعد بقى نرتكب اللي احنا عاوزينه وننشئ مستوطنات وخلاص. ما هو خلي بالك الهدف الاساسي ان هم عاوزين يطهروا غزه، من وجهه نظرهم ان هو تطهير، يعني ان هم عاوزين يطهروا غزه او يقضوا على غزه ويدمروها شبر شبر، هم ان هم عاوزين يعيدوا استيطان غزه. واللي بيدعم في كده المظاهره اللي طلعت امبارح اللي انضم ليها وزير الاتصالات واتمار بن غفير واليمين المتطرف، شايفين ان هم عاوزين يعيدوا بناء مستوطنه غوش قطيف اللي هي اصلا كان موجوده قبل كده ايام اريئيل شارون قبل 2005 و2006 كان في مستوطنه في غزه، هم عاوزين يعيدوا بناء المستوطنه دي، وده هدفهم الثاني. ستذهب حماس الى عسقلان اذا لم يوقفهم احد، واشدود وتل ابيب، انهم حماس قادمون، يجب ان تكون غزه في قبضه اسرائيل، لاننا نريد الهدوء، لا نريد السلام، لاننا لا نستطيع العيش بسلام مع هؤلاء الحيوانات، لا سلام مع حماس. فدلوقتي يا جماعة الكلام بقى على سينا رسمي، ومن حكومة لحكومة ومن إعلام لإعلام، الكلام على سينا دلوقتي مفهوش كلام. ده حال ليه أنا بقول لك إن الفلسطينيين كلهم مش هيعرفوا إن هم يمشوا خارج رفح بسرعة؟ لسبب بسيط قوي. حصلت النهاردة كارثة داخل إسرائيل. إيه هي؟ طلع وزير الدفاع الصهيوني، طلع يقول لك إيه اللي هو يأوف جالنت، طلع يقول على فكرة ما ينفعش إن إسرائيل تحتل قطاع غزة وهي اللي تسيطر على قطاع غزه، ده حاجه مش هتنفع، وانا كوزير دفاع انا هرفض حاجه زي كده. ثانيه واحده، مين اللي بيتكلم ده؟ ده وزير دفاع اسرائيل الحالي. عمرك شفت وزير دفاع بيبدي اراءه في عمليه سياسيه؟ يعني يا جماعه احنا مش بنتكلم ان دي عمليه عسكريه، لا، هو الراجل بيهتم بشؤونه العسكريه اللي هي ضروره القضاء على حماس، الراجل بيبدي رايه في عمليه سياسيه، صح؟ ازاي اصلا وزير دفاع يطلع يعمل كده؟ ده حاجه. تاني حاجة، خد بالك ان التصريح ده جه بعد ما طلع هيرتسي هليفي رئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي امبارح واول امبارح، وقعد ينتقد نتنياهو والحكومة الاسرائيلية ان هم دلوقتي بيدولوا مهام متكررة في مخيم جباليا في حي الزيتون، وكل شوية عاملين يدولوا مهام متكررة، وقال على فكرة المهام المتكررة دي نتيجة لعدم وجود خطة سياسية. فانت عندك رئيس هيئة اركان ابدى رأيه في عملية سياسية، وعندك وزير الدفاع النهارده بيبدي رايه في عمليه سياسيه. بس خد بالك من راي وزير الدفاع الصهيوني اللي طلع قال كده. ليه؟ خد بالك ان الراجل لما يقول لك ما ينفعش اسرائيل تحتل قطاع غزه، ده طالع امتى؟
طلع بعد تقرير وول ستريت جورنال المجلة الأمريكية اللي طلعت قالت لك إن إسرائيل دخلة في حرب أبدية أو حرب استنزاف، نفس الحرب اللي خاضتها أمريكا في العراق وأفغانستان، وإن هي دخلة قدام حماس اللي ابتدت تنتهك حرب عصابات وإن ابتدت تسبب خسائر كبيرة جدا داخل الجيش الإسرائيلي. إحنا يا جماعة بنتكلم داخل غزة فقط 621، ده من كام ساعة بس ما عرفش النهاردة بقى مكان ضم دول على اللي بيقعوا في الحدود الشمالية. وبالمناسبة كل الأرقام اللي طالعة من الجيش الإسرائيلي دي لازم تعرف إنها أرقام كاذبة مش هي الحقيقية. يا جماعة إسرائيل بتقول إن بقالها 67 سنة بس منشأة خسرت فقط في كل حروبها اللي دخلتها ضد العرب 23,000 جندي قتيل فقط. هل حضرتك تصدق حاجة زي كده؟ يعني أنا أتوقع إن 23,000 جندي ده ممكن يكونوا وقعوا في الثلاث حروب مثلا، إنها مش كل الحروب اللي خاضتها إسرائيل اللي بقالها 67 سنة فقدت فقط 23,000 جندي، ده رقم كاذب. فلما تشوف تاريخ إسرائيل تعرف إن هم كذابين، أكيد دلوقتي بيكذبوا. ما ينفعش الجيش الإسرائيلي يكون بيحارب حرب زي دي، حرب عصابات وجوريلا وورز زي ما بيقولوا يعني، وداخل غارس جوه غزة وتقنعني إن مات منه 621 جندي. إزاي؟ أكيد الرقم ده مضاعف وأكيد عدد الإصابات أكتر بكتير. فالنهاردة يعتبر تصريح وزير الدفاع الصهيوني هو استغاثة، هو عاوز يوضح لنتنياهو لأ. والراجل بيقولك ايه؟ بيقولك ده لو اتطلب مني ان انا احتل قطاع غزة انا هرفض. فالراجل بيستغيث، الراجل بيصوت وعاوز يقول كده للإعلام بس مش قادر، عاوز ينطق بخسايره مش قادر، فطالع يقولك انا هرفض. ده حاجة تانية. حاجة التالتة، خد بالك من نبرة الجيش الإسرائيلي اللي ابتدت تروح للإعلام. يعني الجيش الإسرائيلي من بداية الحرب ما كانش بيصرح ضد الحكومة بالشكل ده، وخد بالك من كذا مقالة أنا جبتها لحضرتك إن في شبهة انقلاب ممكن تقوم على نتنياهو نتيجة للمهام اللي عمال يسندها للجيش الإسرائيلي اللي أصبحت مهام يعني غير طبيعية. خش رفح، ارجع تاني مخيم جباليا، لا والله اطلع على حي الزيتون، لا والله ارجع تاني لخان يونس، لا والله اطلع للجنوب، اطلع للشمال، حاصر لي هنا، خش معبر رفح، اطلع معبر، لا. إنه بالنظر لعدم وجود قوة بديلة فإن حماس ستعود إلى رفح وجباليا والزيتون. وأكدت المصادر الإسرائيلية أنه من الصعب ترجمة الإنجازات العملياتية للجيش من دون تحرك استراتيجي، كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله إن غياب خطة سياسية في غزة سيدفع الجيش لتكرار عملياته في مناطق مختلفة. ده ما فيش جيش يعمل كده. ولازم تعرف إن الجيش الإسرائيلي داخل في حتة إنها الحرب الأبدية أو حرب استنزاف، وإسرائيل مش هتقدر على كده، ولا الجيش الإسرائيلي يقدر على كده، ولا الحكومة الإسرائيلية تقدر على كده، ولا أي حاجة. بس نتنياهو الوحيد اللي شايف إن هو ده طريق بقائه. ليه؟ لأن نتنياهو النهاردة طلع يقول في بيان، على فكرة قال على فكرة إن علاقتنا مع الإدارة الأمريكية صحيح فيها خلافات كتيرة قوي، هو طلع يعترف كده، بس قال لك يجب علينا إن احنا ننجز عملية رفع، وده حاجة احنا مطلوبة مننا عشان نضمن بقائنا. يعني احنا مش بنحارب عشان نقضي على حماس فقط او نبيد الفلسطينيين ونعمل ابادة جماعية للفلسطينيين فقط، لا احنا بنضمن بقائنا. يعني ده امر. ونتنياهو كان صرح قبل كده وقال لك يانا يا حماس. المفاجأة هنا في تقرير نتنياهو ان طلع قال احنا هنخش رفح وهننجز عملية رفح والعملية دي هتاخد اسبوعين. طيب لما نتنياهو يطلع يقول لك العملية العسكرية في رفح هتبقى اسبوعين، هل الجيش الاسرائيلي هيعرف يخرج كل الفلسطينيين من رفح في اسبوعين؟ خلي بالك هو خرج لحد دلوقتي 500,000 صح؟ هيعرف يخرج الباقي يوديهم للمواصي؟ اللي النهارده صحيفه فاينانشال تايمز بتكشف في صور ان مواصي يا جماعه بقت يعني ما فيهاش مكان، ودي تاني صحيفه تتكلم عن الموضوع، ما فيهاش مكان، هيودوهم فين؟ ما فيش غير مصر. بس خد بالك من الكلمه اللي هيقولها نتنياهو بعد كده، قال لك ايه؟ قال لك وهي عمليه متدرجه. يعني لحد ما انا بكلم حضرتك دلوقتي الناس دي بتسخن، بعد كده هيبقى قصف جوي شديد، قصف بالمدفعيه شديد، هيبقى اقتحام بجنود اكتر لرفح الفلسطينيه. ولازم تعرف لو الناس دي بتطلب منك دلوقتي تفتح حدودك عشان تدخل الفلسطينيين، بعد كده هيصوتوا. يعني بعد كده هياخد نبره استعلائيه تانية وهياخد نبره اعلاميه اكتر للضغط على الجانب المصري. واخد بالك من الكلام واللعب؟ طب تعالى بص بقى على حاجه تانية. ليه نتنياهو قال اسبوعين فقط وان هو يخلص رفح دي؟ لسبب بسيط، ان دلوقتي بكره وبعده في جلسه استماع لمحكمه العدل الدوليه للقضيه اللي رفعها جنوب افريقيا عند محكمه العدل الدوليه، ماشي؟ فمحكمه العدل الدوليه وفقا لصحيفه معاريف اللي قالت من مصدر داخل الحكومه الاسرائيليه
محكمة العدل الدولية لما تستمع لجنوب أفريقيا هتؤمر بوقف عملية رفح رسمية من محكمة العدل الدولية. ماشي؟ بس طبعا إسرائيل، وده برضو مكتوب في صحيفة معاريف، ده مش تقديدي أنا، طبعا إسرائيل هكمل مش هتقف خلاص. طيب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل من محكمة العدل الدولية لما تلاقي ان اسرائيل ما بتلتزمش باوامرها؟ هتروح محولة الامر ده لمجلس الامن، وساعتها انت عارف امريكا هتعمل ايه. يعني مش محتاجة اسرائيل تقول لك امريكا هتعمل ايه في مجلس الامن، تستخدم الفيتو الامريكي وشكرا وهتوقف الامر. بس اللي بتحذر منه صحيفة معاريف ان اصدار امر قضائي من محكمة العدل الدولية هيعتبر سند للجنائية الدولية، وساعتها حتى المدعي العام بتاع الجنائية الدولية اللي كان عاوز يطلع امر بالقبض على نتنياهو وتراجع نتيجة لتهديدات من الكونجرس الامريكي، هنا مش هيبقى فيه مفر ان هو لازم يطلع امر للقبض على نتنياهو. فهي الامر معمول كده بالظبط. طيب على فكرة صحيفة معاريف نفسها جوه التقرير بتاعها تقول لك هي ليه تركيا ومصر تعاونوا مع جنوب افريقيا وهل ليهم ثقل؟ الحقيقة مجلة معاريف طبعا مش هتقول لك ان ليهم ثقل ضخم وبتاع، لا، قالت لك خد بالك ان دول دولتين ليهم علاقات مع اسرائيل، ده حاجه. تاني حاجه دول دولتين كبار جدا في منطقه الشرق الاوسط. تالت حاجه بص على اعداء اسرائيل اللي ابتدوا يزيدوا وابتدوا ينتهجوا السلك القضائي ضد اسرائيل. حاجه الرابعه اللي بتسال عليها صحيفه معاريف نقطه خطيره جدا، قال لك هي ليه امريكا ما ضغطتش على جنوب افريقيا عشان تمنعها من اللجوء لمحكمه العدل الدوليه؟ ليه امريكا ما ضغطتش على مصر او تركيا باي شكل كان لعدم الانضمام لجنوب افريقيا؟ ده اللي سالته صحيفه معاريف. قالت لك فين الامريكان؟ فين الضغط الدبلوماسي؟ ده امريكا تحاول تمارس ضغوط، تهدد، تعمل اي حاجه، امريكا ساكته. وده مؤشر خطير جدا ان ممكن امريكا في مجلس الامن ممكن ما تستخدمش الفيتو. ما دام سايبه الموضوع ده وعارفه اخره، ممكن امريكا ما تستخدمش الفيتو. على فكره امريكا ما استخدمتش الفيتو قبل كده يعني في مجلس الامن مع اسرائيل. فده امر عامل ارتباك بالنسبه لصحيفه معاريف. الحاجه الرابعه هي مقالة كاتبها محلل سياسي إسرائيلي اسمه يارون فريدمان. يارون فريدمان يقول لك خد بالك من حاجة غريبة جدا. لو انت فاكر، وهنا نرجع لرفح، لو انت فاكر ان إسرائيل وحجة إسرائيل ان مصر يجب انها تسكت عشان إسرائيل دخل رفح عسكريا، وده ما يعتبرش خرق لاتفاقية كام ديفيد لان مصر كانت خرقتها قبل كده في حربها على الإرهاب. يارون فريدمان نفسه يقول لك ده امر لا يقارن. يعني هو الراجل شايف كده، قال لك خلي بالك الحرب على الارهاب ده كان حاجه، واللي بتعمله اسرائيل حاجه تانية خالص، وان العلاقات بين مصر واسرائيل يعني في تدهور مستمر، والاثنين بيردوا على بعض في الاعلام. بسبب عمليه رفح خلاف وتصدع في العلاقه بين الجانبين المصري والاسرائيلي. وخد بالك بقى من نقطه قالها الراجل في منتهى الخطوره، قال لك خد بالك ان المصريين هددوا اكتر من مره في اجتماعات مغلقه مع الجانب الصهيوني، والتهديدات دي ما طلعتش في الاعلام. والراجل استند لمقاله نزلت في اليوم السابع يوم 13 مايو ان مصر مطلعه تقول ان اهميه اتفاقيه السلام في الشرق الاوسط واهميتها للجانب المصري. قال لك ده كلام في الاعلام عشان يوضح لك اهميه الاتفاقيه، بس المصريين لما بيقعدوا مع الجانب الصهيوني في اجتماعاتهم بيطلقوا تهديدات. خلاص؟ والراجل متخوف جدا في العلاقات المصريه الاسرائيليه انها في تدهور مستمر. ده حاجة. الحاجة التانية هو تفسير للي حصل النهاردة في أمريكا. إيه اللي حصل النهاردة في أمريكا؟ اللي حصل النهاردة في أمريكا إن أمريكا دلوقتي أو الرئاسة الأمريكية بيت الأبيض قدم يعني مشروع قرار كده، أو بيخطر الكونجرس في أمريكا إن هو هيقدم مساعدات لإسرائيل تقدر بمليار دولار. إسرائيل بتفسر الأمر ده نتيجة لهجمات الجمهوريين على البيت الابيض، ان الجمهوريين دلوقتي كانوا بيفكروا ان هم يعزلوا جو بايدن، لان يعني فكر ان هو يوقف شحن التسليح، فكروا ان هم يقدموا قرارات ممكن تضايق الرئيس الامريكي. فالرئيس الامريكي كان عاوز يبين للجمهوريين لا، احنا بنساعد اسرائيل اهو، واحنا واقفين مع اسرائيل للنهاية، واحنا بنقدم مساعدات لاسرائيل والكلام ده كله. اللي انا عاوز اقوله في اخر الفيديو حاجة مهمة جدا يا جماعة، اسرائيل ابتدت الكلام على الحدود، وابتدت الكلام على سيناء، والصهاينة مش هيسكتوا نتيجة ان العملية بتاعت رفح دي في تصعيد مستمر، ونتيجة ان حاجة البديهية اللي بعد رفح هي سيناء، وان الصهاينة لازم ينفذوا السيناريو بتاعهم للنهاية. ليه؟ لان كل الضحايا اللي ماتوا دول وكل الجرائم اللي ارتكبها الجيش الاسرائيلي والقتلة بتوع الجيش الاسرائيلي ومصابين، دول تمن اسرائيل حابة جدا انها تدفعه مقابل انها تخلص من غزة، مش انها تتخلص من حماس. لان اسرائيل اصبح واقع بالنسبه لها صعوبه القضاء على حماس،
بس سهولة ادخال فلسطينيين سيناء. ده من وجهة نظرهم. سؤال بقى، مصر هتعمل ايه؟ يعني احنا هنعمل ايه بعد كده؟ دلوقتي كل يوم ابتدينا نتكلم في سيرة مصر. مصر بدل ما كانت وسيط اصبحت طرف. مصر بدل ما كانت انها بتسعى لاحلال السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، لا الصهاينه دلوقتي داخلين وش في وش معاك ويقول لك افتح الحدود. انت بتفتحش حدود ليه؟ السؤال التاني، امريكا هتعمل ايه؟ هل امريكا هتيجي في صف اسرائيل وتقول لك افتح الحدود، او الامم المتحده هتدخل النهارده اللي ضرب لها عربيه دبابه ضربتها، دبابه ضربت العربيه دي، والامم المتحده تقول لك لا هنشوف مين اللي ضرب العربيه، يعني اكيد مش اسرائيل، هنشوف هنفتح تحقيق لان العربيه دي ضربها بالدبابه، لازم نعرف مين اللي رفع السلاح على العربيه دي. فهل الامم المتحده تطلب منك؟ هل المقاله اللي كتبتها الست مقرره التعذيب في الامم المتحده هل هتحقق ان هيبتدوا يطلبوا منك فتح الحدود؟ ده امر يبقى كارثي. بس وعلى فكره ده امر هيبقى اصعب من الحرب مع اسرائيل، هيبقى اصعب، بس لان انت هتلاقي بقى تكاتف من المجتمع الدولي، احنا عاوزين نخلص موضوع رفح ده. في الاخر يا رب اكون شرحت لحضرتك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب نصر مصر، رب نصر العرب، ورب نصر فلسطين يا رب. تحيا مصر، سلام. وسيف حارس عليك يمين ومن فوق.